عايز تعرف هل الجليسرين يستخدم في تركيب وصناعة العطور أم لا؟ وهل هو يستخدم كمثبت للعطور؟ الأشخاص تشكك في عدم قدرة الجليسرين على تثبيت العطور. حضراتكم ده رأيهم الشخصي، يعني ده رأيهم الشخصي دون المرور بتجارب أو لا يستند إلى رأي علمي. أما بالنسبة للجانب العلمي والرأي العلمي بيقول إن الجليسرين ده مركب كيميائي له مواصفات خاصة، وفي مجموعة خاصة اللي هي مجموعة الأدروكسيل. هذه المجموعة بتبدأ يعني ترتبط بكل مكونات البرفيوم أو العطر اللي عندك، سواء كان المكون اللي هو الزيت العطري، انت حضرتك ضايف زيت عطري وضايف كحول الإيثايل وممكن تضيف معاهم ماء مقطر. الجليسرين له المقدرة على أن يرتبط بالمكونات دي ويعطي ثبات قوي للعطر، علاوة على أنه متوفر وموجود في كل مكان. مع العلم يعني هنا عندنا في مصر في بعض المحلات الكبرى ممكن أن هي يعني كنوع من أنه هو بيبيع مثبت بيجيب الجليسرين ويعبيه في ثقيل القوام، يعني بيكون شفاف وثقيل القوام، لزج القوام يعني، وطعمه يعني حلو خفيف، يعني ممكن حضرتك تدوقه مش فيها أي مانع، بيكون طعمه حلو خفيف يعني حلاوته خفيفة. أعرف إن ده جليسرين، هما بيعبوا الجليسرين على إن هو مثبت وبيباع بأسمان غالية بتمن غالي يعني، والناس يعني أغلب الناس ما عندهاش خبرة فبيشتريه ويقول ده مثبت، ولكن هو في الحقيقة جليسرين. والجليسرين حقيقة من أروع ومن يعني ومن أفضل المثبتات التي تقوم بتثبيت العطور. حضراتكم عايزين تعرفوا أكتر وتفاصيل أكتر، حضرتك اضغط على الفيديو اللي تحت دوت.